السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأتحدث اليوم عن الكاجو، موطنه الأصلي، مكوناته، فوائده وأضراره. الموطن الأصلي للكاجو. الكاجو شجرة دائمة الخضرار، اكتشفها البرتغاليون في القرن 16 ميلادية في شمال شرق البرازيل، ثم انتشرت في العديد من المناطق الاستوائية حول العالم، خاصة في إفريقيا كالموزمبيق ونيجيريا، وفي آسيا وجنوب شرق آسيا كالهند والفيتنام. تسمى ثمرة الكاجو بحب الفهم، وتسمى أيضا بتفاحة الكاجو أو الفاكهة الزائفة، لأن بذرة الكاجو تنمو خارج الفاكهة. ويتميز الكاجو بنكهة طيبة، ويميل لون الكاجو بين الأصفر الذهبي والأحمر. مكونات الكاجو: يحتوي الكاجو على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، وهو غني بالفيتامينات كفيتامين E و H و D و C و B و A، ويعتبر مصدرا غنيا بالمعادن كالبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والنحاس والحديد والفوسفور والكالسيوم، كما أنه غني بمضادات الأكسدة. فوائد الكاجو: يحمي الكاجو من عدة أمراض لغناه بمضادات الأكسدة الضرورية في محاربة الجذور الحرة والحفاظ على أغشية الخلايا، وبالتالي قد يكون له دور مهم في الوقاية من السرطانات، خاصة سرطان القولون. يحافظ الكاجو على صحة القلب والأوعية الدموية، وبالتالي فإنه يقي من مخاطر السكتة القلبية وتصلب الشرايين. يعتبر الكاجو فاتحا للشهية ومنشط جيد للدماغ وللأعصاب. يستخدم زيت الكاجو لجميع أنواع الشعر، حيث يعطي ملمسا ناعما ولامعا للشعر، كما يساعد على تأخر ظهور الشيب، كما يمكنه من علاج الالتهابات المتعلقة بفروة الرأس كالقشرة، وهو فعال لمشكلة الصلع. كما أن زيت الكاجو يرطب البشرة بعمق ويمنحها ملمسا ناعما، وله دور مهم في تأخر شيخوخة خلايا البشرة. كما أن الكاجو له دور في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان، وهو مهم أيضا في الوقاية من فقر الدم. أضرار الكاجو: لا يجب تناول الكاجو النيء بشكل كامل، لأنه يحتوي على مركب سام، لذلك يستهلك الكاجو عادة بعد تحميصه أو تعرضه للبخار، وهذه هي الأنواع المتوفرة في الأسواق. ينصح بعدم تناول الكاجو من قبل الأشخاص الذين يعانون من حساسية المكسرات، إذ من المحتمل جدا أن تكون هناك حساسية من الكاجو. ينصح بالتوقف عن أكل الكاجو بكميات كبيرة قبل وبعد أسبوعين على الأقل من إجراء عملية جراحية، إذ يتسبب الكاجو في صعوبة السيطرة على سكر الدم أثناء العملية الجراحية. خلاصة القول: ينصح تناول الكاجو باعتدال ودون إفراط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.